سورة الفاتحة. هذه السورة هي أول سورة في القرآن. سورة الفاتحة سيبقيني سورة القرآن افتتح بها المصحف القرآن. هي سورة المصحف إنكم وصلين وفي عليك السبع المثاني لها سبع آيات. هذه السورة ركن من أركان الصلاة، إذا لم يقرأ المصلي سورة الفاتحة الصلاة باطلة. وهي رقية، يعني إذا إنسان مريض أو شيء يقرأ على نفسه. نعم، الله سبحانه وتعالى يقول في هذه السورة، نعم، الله سبحانه وتعالى في هذه السورة الحمد لله، يعني كل المحامد لله سبحانه وتعالى. To praise الله سبحانه وتعالى. لا أحد يستحق أن يحمد إلا الله سبحانه وتعالى. فالحمد خاص بالله سبحانه وتعالى. وهو رب العالمين، أي هو الخالق والرازق وحده لا شريك له. الله رب العالمين سيدي لكي كرياتير العالمين، كل ما سوى الله فهو مخلوق. الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة أو الخاصة بالمؤمنين. رحمة عامة. نعم، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو ملك ومالك، يعني ملوك الدنيا هذا ملكهم قاصر، فالله سبحانه وتعالى له الملك الكامل. وهو سبحانه وتعالى يملك كل الأيام، لكن خص اليوم الآخر بالذكر يوم القيامة. لماذا؟ نعم، لأن هذا اليوم الذي يحاسب فيه الخلائق. نعم، ثم تقول إياك نعبد، يعني لا نعبد إلا الله. ولا نستعين إلا بالله، لا نطلب العون، لا نفتقر إلا إلى الله. فأنت الآن تصلي تطلب العون من الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أعانك تستطيع تصلي، إذا لم يعنك الله سبحانه وتعالى لا تقدر أن تصنع شيئا. نعم، هذا المرة المعنى الآن أنواع التوحيد الثلاثة. الآن يأتي الدعاء بعد أن يثني على الله ويثبت لله أنواع التوحيد الثلاثة، الآن يدعو. يقول اهدنا، أي علمنا الطريق الموصل إليك ووفقنا لسلوكي شيئين. علمنا أولا العلم الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى، الطريق الصحيح. ووفقنا إلى أن نسلك هذا الطريق، يعني علمنا الطريق ثم وفقنا إلى سلوكه. يقول لك نكون ساسمي بالأمري سكي الله من الله توفيق ودنوك
الطريق الموصل إلى الله طريق واحد، هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه الصحابة رضو الله عليهم والسلف الصالح. ثم حذر الله سبحانه وتعالى من فرق الضلال. أن نسلك طريق من تعلم العلم ولم يعمل به. أو من يعمل بلا علم. إذن هذه السورة فيها التوحيد. وفيها الدعاء. وفيها التحذير من فرق الضالة. وفيها الثناء على الله سبحانه وتعالى. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ترك الابتداع. فيها أن هذه الأمة هي خاتم الأمم وطريق النبي صلى الله عليه وسلم هو الطريق الصحيح، فكل من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهو كافر كفر أكبر، كان من كان يهودي نصراني مجوسي. كل من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهو كافر كفر أكبر، كائنا من كان يهودي أو نصراني أو مجوسي. نعم، كل من بلغته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم من هنا، من هنا. كل من بلغته دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهو كافرا كفر أكبر، كائنا من كان، يهودي نصراني مجوسي. اليهود والنصارى الذين حقا يتبعون موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام لابد أن يؤمنوا بنبينا عليه الصلاة والسلام. محمد